الإنسان لما يرسم حياته يجب أن يكون له قدوة في الحياة، وقدوة أي مسلم، وأنا واحد من المسلمين، رسولنا محمد اللهم صل وسلم عليه. خلال رحلة عمري منذ طفولتي إلى الآن، كان الفضل لله أولا سبحانه وتعالى، ثم لوالدتي رحمة الله عليها ونسأل الله يسكنها فسيح الجنان، كانت تحفزني وتحفز أخواني وأخواتي على يعني حقيقة على التعلم وعلى العلم، وتشجعنا كأي أم حريصة على أبنائها وبناتها. أيضا الوالد الله يطيل في عمره إن شاء الله تعالى، كان له الدور في تحفيزنا وتشجيعنا، وحقيقة أيضا على حب القراءة والاطلاع منذ صغرنا. استمريت في دراستي، تخلصت الثانوي، ثم التحقت بالجامعة، وواصلت بعد تخرجي من الجامعة في الدراسات العليا، وانتهيت من الماجستير، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الطب بالمملكة المتحدة من جامعة ليفربول. ليس العلم مقصور فقط على الشخص الذي يجتهد، أو الإبداع مقصور على الذي يجتهد. الإنسان إذا وفق بين عمله وبين دراسته راح يبدع في كثير من المجالات، وأيضا إذا رتب أوقاته بإذن الله تعالى رايح يتوفق. لا تبخلوا على نفسكم بأي فكرة، ربما الفكرة هذه نطلع منها بإبداع، نطلع منها ببحث مميز يقفز بوطننا إلى السماء العالي بإذن الله تعالى. العلم لا يتوقف، وأيضا البحث في المواهب المختلفة والأفكار الإبداعية ما تتوقف. ما يمنع لأي طالب وطالبة، لأي شخص، أن يكون له قدوة في هذه الحياة. القدوة هذه ربما يكون عالم، ربما يكون باحث، ربما يكون طبيب، مهندس، شاعر إلى آخره. ما يمنع أنت أنك تتواصل مع أصحاب الاختصاص حتى تنهل من هذه العلوم المختلفة. مع تمنياتي لكم بالتوفيق جميعا إن شاء الله، ونشوفكم من القدوات في هذا البلد المبارك بإذن الله تعالى.